سلام خوتي اخواتي، ثم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديروا تحليل مباراه البايرن ضد انتراخت فرانكفورت على مستوى بطوله الدوري الالماني في لقاء اليوم. طبعا قبل البدايه نتعرف على الشكل الذي دخل بها توماس توخيل في لقاء اليوم. حراسه مرمى فوق الحارس نوير، خط الدفاع لدينا الاسد المغربي نصر المزراوي اوباميكانو، كذلك كيم جاين، وكذلك اللعيب ديفيز. خط الوسط لدينا كيميتش، كوريزكا، كذلك امامهم ياتي الثلاثي ساني وكومان وكذلك تشوبو موتينغ، وفي مركز راس الحربه هو الهداف الانجليزي هاري كين. هذه التشكيله دخل بها توماس توخيل، والمباراه كانت لصالح نادي انتراخت فرانكفورت بنتيجه ثقيله. ما يقال على المباراه هي ان فضيحه للنادي الالماني بايرن ميونخ. اما في خصوص الدولي المغربي نصر المزراوي، قدم اداء سيء في لقاء اليوم للامانه بدون اي مجامله او مبالغه، تسبب في الهدف الاول ويتحمل مسؤوليته تقييم 4.9 كثاني أسوأ تقييم في المباراة. التدخلات ناجحة على الرغم أنها بنسبة 100%، لكن أداؤه كان سيء في لقاء اليوم للأمانة، حيث لعب 45 دقيقة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بعدما كان الفريق منهزم بأربعة أهداف. دقة التمرير توصل إلى 93%، لمس الكرة 56 مرة وحصل على خطأ واحد. كما قلت أداؤه كان سيء في 45 دقيقة، لكن ليس هو المشكل في البايرن في لقاء اليوم لأن الدفاع كان كارثي. كذلك نور لم يكن جيد في التصديات وفي اللقطات الحاسمة في المباراة. كذلك منظومة البايرن كانت سيئة كلها لأنهم لم يقدموا الشيء الكبير في لقاء اليوم، وإنتراخت فرانكفورت عرف كيف يغلب البايرن وعرف كيف يسيطر على المباراة وعرف كيف يستغل الهجمات التي تأتي عبر الهجمات المرتدة. البايرن كان سيء، نصر المزراوي أداؤه كان سيء، لكن نتمنى التوفيق لنصير في القادم لأنه عائد من الإصابة ويستحق فرصة في المباراة القادمة إن شاء الله.